الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم. يا ايها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ويا من يخطب وصاله يا قدا ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي اعطنا
يا ربي اختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان Yeah.
فانجم في الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث المانح الوارث السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفن والمائن والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب
والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناقب والمراتب أحمده على ما منحه من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمد عبده وأبده ورسوله المبعوث إلى سائر العام والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آل أصحابه أولي المآب والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرؤ لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب رعاك إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا سدر ولا إجاب فلم ما آن أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسور والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأوا بالكون نورا وأفروا يتيما وطيروا أهل بيتي تطيرا فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية دمام حمله
فلما اشتد بيض القبي رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
مكحولا بكحل الهدايا فاشرق ببهائر الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسجود الشرفات ورميت الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصالة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وخلقاً وأهداهم إلى الحق طرقاً كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم أن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب
ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.